السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على فيديو مختلف تمام. النهاردة هنتكلم على 2 ابليكيشن تمام على الموبايل بيقدروا ان هما يقدموا لنا خدمات في المزيكا تمام، يقدروا ان هما يصنعوا مزيكا تمام بشكل مبهر جدا جدا جدا. يمكن انا لما استخدمت الاثنين ابلكيشن دول لقيت فيهم ان فيهم ادوات كتيره وتولز كتيره ومعلومات كتيره، فحبيت ان انا اشيرها مع الناس بالنسبه للابلكيشن بتاعت الموبايل تمام. منهم البرنامج الاولاني وهو الجراج باند تمام، وهو ابلكيشن خاص بشركه ابل اللي بتطوره شركه ابل، وهو احد اهم النقط القويه جدا اللي بتدعم الايباد والايفون، لان هو معمول مخصوص عشان يدعم الايباد. الابلكيشن ده للاسف الشديد هو مش متوفر على البلاي ستور وعلى اجهزه الاندرويد تمام، ولكنه بيقدم تولز في المزيكا متطوره بشكل كبير جدا، بيقدم لك كل الالات. وهنستعرض الابلكيشن ده مع بعض تمام. طيب الابلكيشن التاني اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو ابلكيشن اسمه موزس. الخبر اللطيف ان هو متوفر على البلاي ستور على اجهزه الاندرويد، وكمان برضه متوفر على اجهزه الابل تمام، سواء الايباد او الايفون تمام. طيب الابليكيشن التاني ميزته ان انا ممكن اقدر استخدم بيه الاغاني تمام، الاغاني اوريدي جاهزه، واقدر بقى ان انا العب فيها ونشوف هنقدر نعمل بيها ايه. بس فخلينا النهارده نبدا الفيديو ونشوف عندنا ايه بقى في الفيديو المختلف تماما ده. خلينا نبدا الفيديو. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة للاتنين اب، ادي اول اب ده الشورت كات بتاعته تمام، ده اسمه جراج باند. نفتحه زي ما احنا شفنا، ده الانترفيس بتاعه، بيدينا الات كتير جدا تمام. زي ما احنا شايفين عندنا بيانو واورج وكده، عندنا هنا درامز تمام، عندنا اي ام بي، عندنا ممكن اوديو ريكوردر ان حضرتك ممكن تسجل صوت وتبدا ان انت تدخل عليه افكت، عندنا كمانجا، عندنا الكتريك جيتار، عندنا جيتار عادي ماشي، عندنا آلة تانية، وعندنا الدوم. طيب نبدا نستعرض كده الحاجات اللي هو بيقدمها. ادي اول حاجة عندنا البيانو ماشي، زي ما احنا شايفين، نعلي بس الصوت شوية. بيانو كامل، ممكن كمان ان انا استخدم برضو شيء اكثر احترافية. 2 بيانو اوكي. طيب ممكن كمان ان انا اتحكم في البيانو ده عامل ازاي، ممكن يبقى اورج زي ما احنا شايفين، واقدر ان انا ايه اظبط دنيته، واقدر ان انا استخدم منه حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين. كل دي فيتشرز وكل دي اختيارات انا ممكن ايه اروح لها. ممكن برضه استخدم ايه تمام، رائع. طيب نشوف آلة تانية. طيب عندنا هنا ترامز، ترامز حقيقي تمام، وممكن برضه انا شغال استخدم برضه ايه مزيكا في الباك جراوند وابدا ايه اشتغل عليه. طيب وعندنا ايه آلات تانية، عندنا مثلا الكمان، ابدا اختار وابدا بقى اختار الاحجام بقى بتاعتها كلها، كمان بقى ممكن اكسلفون، ممكن هارب زي ما انا عايز ماشي. ممكن برضو ايه خش برضه في الليتر. مزيكا حقيقي، مزيكا حقيقي. جيتار انا ممكن حتى استخدمه كده ويديني كل اللي انا عايزه. ابلكيشن بصراحة ما شفتش في حياتي زيه بجد، ابلكيشن خطير. آلة تانية برضه هنا ماشي، وممكن ايه استخدم بقى ايه الدمب تمام.
واقدر ان انا اعمل سيف، واقدر ان انا اركب بقى مزيكتي اللي انا عايزها. تمام، الابليكيشن ده من احد الحاجات القويه جدا اللي بتقدمها ابل في الايباد والايفون. تمام، ويمكن هو استخدامه للايباد اقوى، لان انا ممكن الايباد احطه كده تمام وابدا اشتغل بمزيكتي، وابدا اشتغل بدنيتي واشتغل بحاجاتي. ده من الابليكيشنز المعموله مخصوص للايباد ومخصوص للايفون. تمام، فدي احد المميزات، والمطور بتاعه ابل هو معمول مخصوص للمزيكا. تمام، طيب خلينا بقى نستعرض بقى الابليكيشن التاني القوي جدا، وهو موزس. طيب موزس ده الانترفيس بتاعه، او ده الشكل بتاعه. تمام، هو لسه بيلود. تمام، ادي موزس. موزس ده بمنتهى البساطة. تمام، انا ممكن مثلا ان انا انزل عليه اي اغنية عندي. ماشي، هنفترض مثلا، ماشي ادي اغنية اهي، اغنية الاصالة. تمام، مشهورة جدا، اسمها لو نوم. تمام، طيب هي كده الاغنية شغالة زي اي اغنية حضرتك بتشغلها على الموبايل او على التابلت. طيب اللعب بقى فين؟ اقول لك بقى اللعبة. طيب تبدأ بس الاغنية، هي كده بتغني. طيب لو انا دوست على هنا، فانا لغيت صوت المغني بقى اللي شغال مزيكا بس. تمام، مزيكا بس. طيب انا مثلا عايز اشيل الطبلة خالص، انا كده شلت الطبلة خالص، بقت مزيكا بس ومفيش مغني ومفيش طبلة. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اخلي المغني بس اللي يغني وكل الحاجات دي مش موجودة. تمام، هي بتغني بس، المزيكا اللي حواليها راحت، وبعدين واحدة واحدة ده ادخلها تاني، ابدا اجيبها كاملة، ازود واوطي. تمام، اي اغنية انا عايزها اقدر ان انا اتعامل معاها بمنتهى البساطة بالابليكيشن ده بموزس. للناس اللي بتستمتع بجد بالمزيكا هيفرق جدا معاها ابليكيشن زي ده، يقدر يسمع بيه الاغنية. كمان ممكن يعمل يعني يتعامل معايا معاملة الكاريوكي، ان انا ممكن الغي صوت المغني واغني انا مكانه. تمام، لو حد عايز يدندن او عايز يلعب ولا حاجة. تمام، ممكن تستخدمه برضه استخدامات تانية، لو عندك مثلا طفل مثلا وعنده اغنية مثلا في المدرسة او نشيد بيحفظه الحاجة، ممكن تستخدم برنامج زي ده، ممكن تمشيها له وتخليه يحفظ الكلمات، ويبقى الموضوع سهل بالنسبة له. يعني مش لازم بس تستخدمها في نطاق المزيكا، لكن هي بتخليك تستمتع بالمزيكا. تمام، في نفس الوقت تقدر تشغل عليها اي اغنيه انت عايزها بمنتهى البساطه، بتنزل عليه الاغنيه وتبدا ان انت تابلود عليه الاغنيه، تابلود عليه الاغنيه، اغنيه خلاص موجوده بقت معاك. علي صوت بقى المغني، قلل الصوت بتاعه، الغيه خالص، خلي مثلا صوت الطبله موجوده، خلي صوت الميوزك موجوده، شيل حط زود قلل، ممكن تخلي الكورد مثلا ممكن يبقى ادفانسد شويه، تبدا تسمع الاغنيه بشكل مختلف خالص عن اللي انت متعود معاه. فعشان كده ده كان عنوان الفيديو النهارده، وهو مزيكا. احنا بنتكلم النهارده على حاجتين في المزيكا يتعملوا من خلال الموبايل ومن خلال الايباد بشكل مؤثر جدا وشكل كبير جدا. نتمنى يبقى في استفاده من الفيديو، ونكون نوهنا الحاجتين ممكن يكون بعض الناس ما تعرفهمش، لكن هما فعلا اتنين ابلكيشن يستحق الاقتناء ويستحق التجربه، وهما فعلا بيقدموا تجربه مزيكا جميله جدا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، ولو في اي تعليق او اي سؤال في انتظار مع كل اسئلتكم. شكرا جدا ليكم، بسيام.